ايه حلاوه ارني سلوت ده؟ ايه حلاوه ليفربول ده؟ هتقول لي يا معلم انت ما اتكلمتش الاسبوع اللي فات في البريمير ليج علشان خسرت من نوتنجهام. اقول لك لا، مش ده الموقف ولا ده الاسلوب. هنتكلم في الحلقه. ليفربول بيعود من جديد بعد خساره نوتنجهام وبيكسب ميلان في السان سيرو 3-1 بعد اول ربع ساعه كانوا غريبه من ليفربول، وبعد كده ليفربول عاد من جديد. قبل ما نخش في اي حاجه، اول مره تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد، واعمل لايك قبل ما نخش في الحلقه. ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. اهلا بك يا وجيه في حلقه جديده من اول التحليل. وحلقه النهارده بيعود للتشامبيونز ليج من جديد، وبيرجع دوري الابطال من جديد، وليفربول وميلان اول مباريات الكبرى في البريمير ليج، واولى مباريات اللي كان عليها توقعات كبيره، في ظل ان ميلان بعد ما كان بدا بدايه مش كويسه في الكالتشيو الايطالي بيرجع في اخر مباراه قبل دوري الابطال وبيكسب 4-0 فينيسيا، وبالتالي كان نوعا ما الفريق ابتدى يستفيق او يشم نفسه شويتين، وده اللي شفناه بالمناسبه في اول المباراه في مباراه ليفربول في دوري الابطال. اول المباراه ميلان بحماس الجمهور، بحماس اللعيبه، بحماس المدرب، بكل الكلام دوت، لسه بنقول بسم الله، ولسه لعيبه ليفربول اللي بتتمركز كده في مناطقها وبتاخد على الملعب وبتاع، ليفربول بيلبس جول وميلان بيقدر يسجل في اول 3 دقائق في المباراه عن طريق بوليزيتش. وبصراحه الجول دوت تركيبه اخطاء كده من تسيميكاس ومن فان دايك ومن كوناتي، الثلاث لعيبه دول عملوا كوكتيل اخطاء. اولا تسيميكاس طلع بدري قوي وباع نفسه جدا في بدايه اللعبه، وبعد كده بوليزيتش بيستلم الكره من نص الملعب وبيجري بدفاع ليفربول لحد ما دخل بيه جوه منطقه الجزاء، ودي حاجه كانت غريبه جدا بالنسبه لي، ان كوناتي وفان دايك ما حاولوش حد فيهم يقف ويقطع الكوره من بوليزيتش، الكوره بتعدي وبوليزيتش بيقدر يسجل الهدف الاول. وليفربول كمان مش هقول لك فاق بعد الهدف الاول، لا، ليفربول بعد الهدف قعد بتاع ربع ساعه كده مثلا لسه في حاله توهان، لسه في اخطاء كتير، لسه في ميس باص، لسه مش عارف يطلع ومش عارف يضرب الخط الاول من الضغط بتاع ميلان، فبالتالي كنت تحس اول ربع ساعه في الماتش في توهان، في قلق من لعيبه ليفربول، وكان ليفربول لسه ما دخلش المباراه. لكن بعد اول ربع ساعه في المباراه استفاق ليفربول. ليفربول بعد اول ربع ساعه في الماتش ابتدى يقل نوعا ما من الاخطاء اللي كانت بتحصل في اول ربع ساعه في الماتش ده وماتش نوتنجهام فورست. بتشوف ان ليفربول في ماتش نوتنجهام وفي ماتش النهارده في اول المباراه كان لعيبه ليفربول بتحاول انها تلعب ريسك باس كتير جدا، فبالتالي كانت بتفقد الكره كتير جدا وبتعمل ميس باس كتير جدا، سواء كوناتي او فان دايك او ارنولد او سوبسلاي، لما الكره بتوصل له يعني اللاعبين دول كلهم كانوا بيعملوا ميس باس كتير وكانوا بيفقدوا الاستحواذ في شكل كتير جدا وبسذاجه كبيره جدا. بس بعد اول ربع ساعه ابتدت الاخطاء دي تقل، ابتدى ليفربول يلاقي ضلته في ان هو يطلع بالكره ازاي، ينقل كره كتير ما بين افراد لعيبه الدفاع، فبالتالي ممكن يوصل لمرمى او ممكن يفك الخط الاول للضغط بتاع ميلان، وده كنا بنشوفه في كذا فرصه. الريسك باص اللي كان بيلعبه فان دايك سواء لجرافنبرخ او لسوبر سلاي اللي كان بينزل كتير جدا جنب جرافنبرخ عشان يبتدي يستلم منه الكوره، لان جرافنبرخ كان مقفول عليه تماما، سواء بريندرز او كمان بموراتا، ريندرز كان موجود عليه مان تو مان وكان موراتا بيحاول يقفل زوايا التمرير على جرافنبرخ، فبالتالي كان سوبر سلاي بيفضي نفسه وبيحاول ينزل كده في مساحه بسيطه ما بين الخطوط وياخد الكوره من فان دايك. ولما كانت الكوره بتوصل لسوبر سلاي كانت نوعا ما ليفربول بيتحرك، لان خلاص بقى ابتدى ماكاليستر يخش بانصاف المساحات وجوتا بيبتدي اللي هو يرحل نوعا ما شويه وصلاح بيقرب من سوبوسلاي، وبتشوف الناحيه الثانيه جاكبو وتسيميكاس كان بيحاولوا كمان يعملوا جبهه ناحيه الشمال، في ظل انا كنت قلقان من الجبهه دي جدا 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 في بدايه المباراه، قلت تسيميكاس وجاكبو الاثنين مع بعض مش هتبقى جبهه مميزه او مش هتبقى جبهه كويسه في المباراه، كنت محتاج روبرتسون، ده كان من رايي يعني، وكان جاكبو كنت انا قبل المباراه كنت بقول كان لازم لويس دياز يبدا في المباراه دي، ولكن اللي فاجئني هو جاكبو بصراحه. جاكبو الناس كلها وكل مشجعي ليفربول وكل الناس بتطلع تصلخه في كل مره بيلعب فيها مع ليفربول من اول ما جه الفريق. الادوار اللي كان بيلعبها مع يورجن كلوب مغايره تماما عن الادوار اللي بيلعبها مع ارن سلوت. الادوار اللي كان بيلعبها مع يورجن كلوب كان كتير جدا بيستخدمه كلاعب نمره 8، ودي مش حته جاكبو تماما، زي مثلا ما ارتيتا بيحاول ان هو يستخدم هافرتز في الحته دي مع ارسنال، كان يورجن كلوب بيحاول يلعب بجاكبو في الحته دي ودي مش حتته، ما كانش كويس فيها. دي نقطة. النقطة التانية كان بيحاول يلعبه مهاجم ودي برضه مش حتته.
جاكبو الفكره او الطريقه اللي بيلعب فيها ويبرز فيها تماما هي الطريقه اللي بيلعب بيها مع هولندا، واللي ارن سلوت الطريقه اللي لعب بيها مع جاكبو في ليفربول، ان هو يستلم الكرة على الخط يبتدي يعمل دريبل ويخش بالكرة من على الطرف لجوه الملعب، او حتى لو الكرة مش معاه يخش من بره لجوه ما يبقاش هو المهاجم اللي في القلب. وده اللي خلى جاكبو النهارده يبقى من افضل لعيبه المباراه ومن افضل لعيبه ليفربول في مباراه النهارده من وجهه نظري. قدم مباراه كبيره جدا على مستوى اللاعب واحد على واحد او حتى اثنين على واحد، كان بيعدي في كذا كوره من يوسف فوفانا ومن كالابريا ناحيه اليمين عند ميلان. ولكن ميلان كمان تعال نتكلم عليها شويه، ان ميلان اخطاه كتير، او فونسيكا مصمم ان هو يلعب بطريقه الافراد وكواليتي الافراد اللي بيحاول يطبق بيها الطريقه دي مش مساعداه. في بدايه الماتش كان بيلعب بسرعه وكره سريعه وكل الكلام ده، قلت خد هاي بالجمهور وخد هاي بالملعب وكل الكلام ده، ولكن بعد كده لما ليفربول ابتدى ينظم نفسه وابتدى ينظم نفسه كمان على مستوى الضغط، ان مفيش عشوائيه في الضغط، لا بيطبق الضغط اللي ارن سلوت مدربهم عليه، فابتدى ان ميلان يلاقي نفسه في مشكله. ليه؟ لان ميلان مش عارف يطلع بالكوره، مش عارف يطلع بالكوره، ولا مانيا ولا بافلوفيتش ولا توموري ولا كارابيا ولا سيو هرنانديز ولا كل افراد الدفاع عرفت تطلع بالكره وعرفت تضرب الخط الاول من ضغط ليفربول. وده شفناه ان ميلان طول المباراه تقريبا عاجز تماما، مش عارف يطلع بالكره، مش عارف يوصل الكره للثلث الامامي، لدرجه ان احنا كنا بنشوف مرات كتير جدا موراتا بينزل لحد نص ملعب ميلان عشان يبتدي يستلم الكره يبتدي يطلع الفريق، لان لوفس تشيك وفوفانا مش كويسين في الحته دي، مش عارفين يطلعوك بالكوره. وحتى لما الكوره كانت بتوصل لهم كانت بتوصل ايه لنص الملعب عند رينجرز، رينجرز اللي كان بينزل برده يعمل ادوار نوعا ما زي السوبر سلاي كده، ان هو ينزل يخلق مساحه ما بين الخطوط يستلم فيها الكوره يبتدي يحصل تحول لميلان. لكن غير كده ميلان كان مصمم على الافكار، الافكار دي مش مساعداه. يا معلم انت خلاص عمال تحاول تطلع بالكوره عن توموري عن بابلوفيتش وعن مانيا وكل الكلام ده، والكوره مش عارف تطلع بيها، حتى لما بتوصلها للاطراف برده مش عارف تطلع بيها، سواء الكوره بتقطع منك من اطراف ليفربول او حتى الكوره كانت بتطلع بره في الاوت. فبالتالي انت كنت لازم فونسيكا في ظل ان هو مش عارف يطلع بالكوره على الارض العب كره طويله، في ظل ان انت عندك المهاجم اللي كان اسبانيا بتستخدمه في اليورو اللي هو الفارو موراتا كانت بتستخدمه في الحته دي، انا مش عارف اطلع بالكوره العب كره طويله على طول على موراتا، وابتدي هو ينزل لي الكوره والعب على الكوره الثانيه. ولكن ميلان ما عملش كده مع فونسيكا، ترى اللي هو لا يا معلم انا هطلع بالكوره على الارض ومصمم يطلع كره على الارض، مش تعمل حاجه زي ما حصل النهارده. تطلع كمان ان ليفربول في ظل ان هو الكره مش ماشيه معاه في الهجمات اللي بيحاول يخلقها وحاول بيعملها على مرمى ميلان من اللعب المفتوح، فلجأ للكرات الثابته، ودي اهميه ان يبقى معاك مدرب كرات ثابته. بنشوف النهارده ليفربول بيسجل جولين من كرات ثابته تقريبا الاثنين تبقى الاصل شبه بعض جدا، الجون الاول كانت المدافعين ليفر ميلان كلها بتحاول هي تمسك فان دايك وبتحاول هي تضايق فان دايك، كنا بيطلع يحط الجون على طول في 6 يارد. ده بيطير هو الطريقه كمان او الفكره اللي بيلعب بيها ليفربول ان هو يخلي عدد كبير جدا في ال6 يارد بتاعه الخصم، وبالتالي الكره حتى لو ردت من دفاع الخصم يبقى في لعيبه موجوده جوه منطقه الجزاء تهدد المرمى زي صلاح زي سوبوسلاي وماكاليستر، كمان لاعبين كتير كانوا بيطير ان هم يبقوا موجودين على حدود المنطقه وجوه منطقه الجزاء، الكره لو ردت يجيبوها على طول، لكن ده ما بيحصلش. ارنولد بيرفع كوناتي بيخش يحط الاول على طول، وبعد كده ليفربول ابتدى بعد الجول التعادل خلاص بيسيطر على الماتش، انا ماسك الماتش، انا بعلي الريتم، انا بهدي الريتم، انا عارف كمان اضرب خطوط ميلان اللي هي بتضغط عليا، سواء بقى الخط الاول اللي كان بيتكون من 4 لعيبه رينجرز ريندرز ومراتا وبوليسيتش ولياو، كنت اضربه بسهوله سواء جرافنبرغ اللي بيستلم الكوره او سوبوسلاي او حتى ماكاليستر. وبمناسبه انا شايف ان جرافنبرغ سيء جدا بعد توقف الدوري بعد ما رجع من هولندا، قدم مباراه سيئه ضد نوتنجهام والنهارده ما كانش افضل شيء، برده قدم مباراه افضل من بتاعت نوتنجهام نسبيا، ولكن برده مش ده جرافنبرغ اللي بدا الموسم. وجوتا في توهان، جوتا من بعد المباراه الاولى ومن بعد المباراه الثانيه في المباراه الثالثه والمباراه الرابعه في بريمير ليج هو تايه تماما، وكان جوتا اتبدل او بقى لاعب تاني مش فاهم. فبالتالي دول كانوا وحشين، ليفربول كان مميز ان هو قدر يقلب النتيجه وتبقى 2-1 قبل نهايه الشوط. برده الجون التاني نفس الفكره، بس المره دي مش من فاول، من كورنر، تسيميكاس بيلعب الكوره بشماله للقلب جوه ال6 ياردة، الناس كلها بتضايق كوناتي، بيطلع فان دايك بعد ما ضايق كالابريا وبعد ما ضايق كمان قال لا كان معاه رينجرز مش كالابريا، كان مش كالابريا، كان معاه ريندرز ومانيان، ضايق الاثنين لخمهم في بعض وطلع لوحده تماما حط الجون الثاني لليفربول. وقلت لك الشوط الثاني نزل ليفربول خلاص انا ماسك كوره
انا افضل، حتى لما ميلان بيحاول يمسك كرة حاول يطلع بالكرة من تحت، لا انا بضغط عليه ضغط عالي، ضغط شرس، من افضل الفرق في العالم اللي بتضغط ضغط عالي منظم هو ليفربول، بيقدم ضغط عالي يدرس. من نهار السبت يبقى في حلقة خاصة على ليفربول ان شاء الله الايام اللي جاية. فبالتالي ليفربول مميز جدا، كويس جدا، ده ليفربول اللي شفناه في اول 3 مباريات في البريمير ليج قبل التوقف الدولي، بيلبس جون عادي مش مشكله، جولين في ماتشين عادي مش نهايه العالم، ولكن بتقدر ترد ب3 اهداف. حتى في التحولات الهجوميه بتاعتك كنت مميز جدا، ودري جاكبو ان قبل ما يخرج من الملعب يكلل مجهوده باسيست لسوبوسلاي اللي حط جون. وسوبوسلاي ده كنت قلقان عليه او قلقان منه، من سوبوسلاي الموسم اللي فات كان اول 3 ماتشات في الدوري عالمي، وبعد التوقف الدوري الاول سوبوسلاي ذهب ولم يعد، ولكن شفناه النهارده في مباراه ميلان كان افضل، كان كويس. ليفربول كلها كانت كويسه النهارده، صلاح بس اللي الكره عندته في كورتين جون في العارضه في الشوط الاول، ولكن اكيد هيجيب في الماتشات اللي جايه ويكسر رقم دروجبا. ولكن في الاول وفي الاخر مبروك لكل جمهور ليفربول، هارد لك لجمهور ميلان. فونسيكا لازم يعدل من افكاره علشان يبتدي ان ميلان يبقى كويس في سواء في دوري الابطال او في الدوري الايطالي. في الاول وفي الاخر زي ما بنقول دايما ده راي شخص واحد، هو رايي انا، قول لي رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعاتك، هل ليفربول بارني سلوت يقدر يوصل لبعيد لدوري الابطال ولا لا؟ قول لي كمان بقى التوقع ناحيه ميلان، هل فونسيكا يقدر يكمل الموسم مع ميلان والله يقيل في الجولات اللي جايه ده؟ قولوا رايكم في الكومنتس، ولو حلقه عجبتك متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان الحلقات تجيلك اول ما تنزل على طول. وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقات الجايه، سلام.